سبور لايت. اهلا وسهلا مرحبا بكم معنا احبائي الرياضه, ساعتين و30 دقيقه في اخبارنا الرياضيه سبور لايت. بشرى الاحباء الملعب الجيبس اليوم الاصباح, وزير الشباب والرياضه سيطرق ذياب كانوا لقاء مع اثنين من ممثلي ولايه جيبس في المجلس التاسيسي, سيد امير عزوز وسيد حبيب خضر, واللي تقرر الغاء العقوبه المسلطه على الملعب الجيبسي باستثناء لقاء القوافل الرياضيه بقفصه نهار السبت ومراسله الجامعه التونسيه لكره القدم والرابطه المحترفه في انتظار بطبيعه اصدار القرار الرسمي. معنا على المباشر الدكتور منجي مختار, عضو التنسيقية السياسية لحركة النهضة بجيبس, باش يعطينا أكثر تفاصيل. سي منجي مرحبا بك. أهلا وسهلا, السلام عليكم. الله يخليك سي منجي, لو كان تعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص القرار اللي أصدره سيد طارق ذياب وزير الشباب والرياضة اللي يتعلق بطبيعة بالعقوبة المسلطة على الملعب الجيبسي منذ الموسم الفارط, واللي هي 5 مقابلات دون حضور الجمهور في هذا الموسم. والله بطلب من بعض الأحباء من الملعب الجيبسي حول إمكانية إلغاء العقوبة المسلطة على جميع الملعب الجيبسي منذ الموسم الفارط, ارتأينا الاتصال شخصيا كعضو بالتنسيقية السياسية بحركة النهضة بجيبسي المدينة برئيس المكتب, ثم اتصل هو مباشرة بالمكتب السياسي لحركة النهضة بالمكتب الجهوي وطرحنا عليهم ضرورة وقوف حركة النهضة تحت طلب الجماهيري للاتصال مباشرة بالسيد وزير الشباب والرياضة, وكان الطلب حظي بالقبول من في جيبس وانتقل إلى تونس وقرر الاتصال بممثلي حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الأخ حبيب خضر والأخت مال حزوز. ثم صار الاتفاق اليوم على جلسة مع السيد الوزير على الساعة 11 صباحا, وتم تطرق للحديث حسب معلومة ما خذتها مباشرة من الأخت أمال عزوز, وأن تطرق للعديد المواضيع الأمنية بجيبس, ضرورة أن توقيف العنف, ضرورة إرساء معناها نفس جديد في منطقة جيبس المدينة خاصة بعد الأحداث الأخيرة. قلنا ما فيها بس وأنا نوصلهم كلمتنا, وجمهور الملعب الجيبسي ينتظر بطبيعة الحال قرار إلغاء وضرورة إلغاء حتى نخلق جو جديد من طمأنينة, جو جديد حتى في أحباء والشباب الشرائح الشبابية في جيبس المدينة اللي هم من 12 سنة حتى لل 20-25 سنة, يعني ينتظروا جمعية الملعب الجيبسي في الموسم هذا في القسم الوطني. الحمد لله اليوم كل أعمال الإخوة بالنجاح. السيد وزير سي منجي, خلينا نوضحوا الصوره لحبائل الملعب الجيبسي, شنو كان بالضبط رد وزير الشباب والرياضه السيد طارق ذياب فيما يخص هذا التخفيف العقوبه, على خاطر يعني في الكواليس قبل سبور لايت كنا اتصلنا برئيس الجامعه التونسيه لكره القدم السيد وديع الجري, واللي اكد لنا انه ما فما حتى خبر رسمي, يعني ما جاش هذا الخبر, يعني السيد وديع الجري ما في بالوش بانه تم تخفيف العقوبه للملعب الجيبسي. احنا بالنسبه لنا مع الاخت بالتنسيق مع مباشره, يعني في المباشر مع اختي امل عزوز, اكدت وان السيد وزير الشباب والرياضه قد تعهد بالغاء هذا القرار واعلام السلطه. هو مش الغاء كامل, يعني تخفيف العقوبه, يعني الملعب الجيبسي باش يلعب مقابل قوافل قفصه. مقابل قفصه يوم السبت هذا مبرمجه امنيا وصعب جدا باش تتم العمليه, باش تكون ان شاء الله في الجولات القادمه الغاء العقوبه كامله المتبقيه باستثناء مقابله قوافل القفصه بملعب معشب بجيبس, وهي بطبيعه الحال يعني ضروره, اصبحت ضروره اليوم ملعب جيبس, يعني في حاجه الى جمهور ملعب جيبس, في حاجه الى مداخيل ايضا. وانا كنت اتصلت يعني بالسيد رئيس الجمعيه السيد امين الجمعيه سابقا, وقمنا ببعض المساعي من اجل ان القرار هذا يتخذ من سلطة الإشراف, لأن سلطة الإشراف والمكتب الجامعي والجامعة ما في حاجة أيضا إلى الأمن, في حاجة أن نأكدوا أن جيبس هي دائما وأبدا هي منطقة زاخرة بالكفاءات الرياضية وبالشباب الرياضي, ثم عودنا جمهور ملعب جيبسي كما جمهور مستقبل جيبس ونضم لهم صوتي يعني نخل السنين, وان جماهير ملعب الجيبسي ستكون ان شاء الله في مستوى المحافظه على الروح الرياضيه كما تعودنا بها في التاريخ القديم بالنشاطات الرياضيه في جيبس.
شكرا لك سيمونجي، تحية كبيرة لك على هذا القرار يعني، وبالطبيعة السكوب اللي جبتنا به، وكذلك تحية كبيرة لأمل عزوز وسيد حبيب خضر. شكرا لكم بالطبيعة ديما في نهاية الأمر جابس برجالها اللي وقفوا يعني وحاولوا الحديث مع وزير الشباب والرياضة سيد طارق ذياب، وفي نهاية الأمر الحمد لله يعني تم تخفيف العقوبة للملعب الجابسي.